مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامج اش اخباركم. اليوم من مدينه الرباط غادي نزوروا جمعيه اللي كتهتم بعلم الفلك، خليكم معايا. السلام عليكم. السلام عليكم، كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله، تشرفنا بالمعرفه ديالك. عبد الحفيظ باني، رئيس جمعيه الرباط لعلم الفلك، مرحبا بكم معنا. بارك الله فيك، تشرفين. كاينين مهتمين الحمد لله. كاين حضور. الحمد لله مزيان. مرحبا بنا عندكم سي عبد الحفيظ. مرحبا بكم عندنا. بارك الله فيك. سي عبد الحفيظ، اول حاجه بغيت نسولها لها هي كيفاش جات الفكره ديال تاسيس ديال جمعيه الرباط لعلم الفلك؟ فكانت واحد المجموعه من الشباب اللي كيهتموا بعلم الفلك وكيهتموا بانهم يحاولوا يوصلوا هذه المعلومه للناس الاخرين حتى هما يعرفوا اشنو هو علم الفلك. فهذه المجموعه ديال المهتمين يعني تلاقينا اول مره في الدار البيضاء، اسسنا جمعيه الدار البيضاء لعلم الفلك. من بعد اسسنا، شفنا بان حتى في مدينه الرباط كاين واحد النقص في التظاهرات اللي عندها علاقه بعلم الفلك، فاسسنا جمعيه الرباط لعلم الفلك. حتى اليوم درنا واحد العدد كبير ديال التظاهرات، منها يعني تظاهرات في مدارس عليا للمهندسين، ولا في جامعات، ولا في مدارس ابتدائيه ايضا، ولا تظاهرات اللي عندها علاقه بتجمعات عامه بحال هذه. شنو هي الانشطه اللي كتشتغلوا عليها بنطاق العام؟ عندنا انشطه اخرين مثلا كتكون اللي كنسميوهم لا نوي دي زيتوال، ليله النجوم، ولا ليله الشهب. فكتكون واحد التظاهره واحد العدد ديال المرات في السنه اللي كنشوفوا فيها الشهب كتمر بواحد العدد كبير في السماء. يمكننا نديروا ايضا تظاهرات اللي عندها علاقه بمراقبه مثلا مراقبه الهلال او مراقبه القمر بصفه عامه، فكيشوفوا الناس القمر عن طريق التلسكوب، ولا كيشوفوا مثلا المشتري او زحل، فالمشتري او زحل كيشوفوا الناس كيبان لهم نقطه بيضاء في السماء بحال واحد النجمه، ولكن ملي كتشوفوا عن طريق التلسكوب فكيبان لك الالوان اللي فيه، ولا زحل كيبانوا الدوائر ولا لي زانو اللي دايرين به. وبطبيعه الحال كنشرحوا للناس كيفاش يلقاو لي ديريكسيون ولا الاتجاهات ديالهم في السماء من خلال النجوم. فمثلا كنديروا انشطه تطيريه، مثلا تجلسوا معايا واحد نص ساعه نوريكم في الليل كيفاش انك تلقى الشمال ديالك عن طريق النجم القطبي. كيفاش تلقى النجم القطبي؟ بطريقه سهله. ملي كتلقى النجم القطبي صافي سهل، كتعرف القبله فينا هي، الجنوب فينا هو، والشرق والغرب فينا هو. شنو هي الخصوصيه ديال الكسوف اليوم؟ الكسوف اللي عندنا اليوم الخصوصيه ديالو هو انه ما غاديش يتكرر حتى ل 2026. غادي نشهدوا واحد في 2025 غادي تكون فيه يلاه 20%. كنهضر على المغرب، توجور كنهضر على المغرب. وفي 2026 عاد باش غادي يكون عندنا واحد الكسوف تقريبا كلي غادي يوصل ل 90%. يعني اللي ما شافش الكسوف ديال اليوم غادي خصو يتسنى واحد 10 سنين ولا 11 عام. من جهه اخرى الكسوف ديال اليوم فهو كسوف جزئي في المغرب، كيوصل 54% في مدينه الرباط، 42 في العيون، و58 في مدينه طنجه. غادي يكون كسوف كلي غير في بعض الجزر وفي مناطق في البحر ما بين القطب الشمالي والايسلاند والدول الاسكندنافيه. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شوقتيني، بغيت نشوف الكسوف انا. تفضل اسيدي، هادو النظارات اللي كتحميك، يمكن لك انك تشوف مباشره في الكسوف، وغادي يبان لك القرص ديال الشمس بحال ولا هلال، بحال محطوط واحد الجسم حداه كروي مغطيه. شوقتيني نكتشف. نشوف هذاك الجزء اللي مغطي في القمر اللي كاين بيناتنا. ايوه، وجهه غادي يهبط الجهه اليسريه. دابا راه غادي كيهبط اليسار. تبارك الله عليك سي عبد الحفيظ. الله يبارك فيك. نخليك مع الضيوف ديالك حتى نتلاقى معك من بعد. مرحبا سيدي. بارك مرحبا. الله. شكرا. سي عبد الحفيظ، كجمعيه اكيد عندكم مشاكل واكراهات تبغي تشاركوا معايا؟
بطبيعة الحال كاين إكراه اللي نقدر نسميه إكراه وتحدي، هو أن الثقافة ديال العلوم ولا الثقافة الفلكية مازال ما انتشرش بالطريقة اللي بغينا. أن كنشوفوا كان عندنا واحد الرؤية أن كل دار يوليو الناس فيها عارفين أشنو هو الفلك وعارفين أشنو هي العلوم، ما يبقاش العلوم هذاك الشيء المخيف اللي كنهربوا منه. ومن جهة أخرى تقريبا ككل جمعيات بطبيعة الحال تيكون عندك واحد الإكراه ديال الدعم، لأن من أجل التنظيم ومن أجل نوصلوا الفكرة للناس كاملين، فطبيعة الحال كيخص الدعم ديال الجهات اللي هي تساعدنا من ناحية المادية، خصوصا أن المعدات اللي كتشتغلوا بها ولا الأدوات كتكون باهظة مكلفة بطبيعة الحال. فمثلا أن تيليسكوب موتوريزي تقريبا 23,000 درهم. 23,000 درهم يا قليل. تبارك الله عليك سيد حفيظ. شنو المتمنيات ديالكم؟ شنو الطموحات؟ الطموح ديالنا هو أن علم الفلك والعلوم بصفة عامة تدخل لكل بيت في المغرب، كل طفل في المغرب يولي كيهتم بالعلوم بعلم الفلك. ومن جهة أخرى عندي حلم هو أنني نشوف رواد فضاء مغاربة. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. إن شاء الله كنشكرك على حسن الاستضافة. شكرا لك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بالتوفيق. شكرا. مشاهدينا ما تخليناش بكم، ولكن حلقة اليوم غتكون سالات، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقيتها زوينة. خليتكم على خير.